بان العله اللي خرجني من دار الكره انا كاري الكراج 10 سنين هادي، خرجني من تمايا ودخلني لهنايا، كان عاني هادشي د العقرب وهادشي د الفاع والحنوشه كيدخلوا عندي حتى للدار، وراني ديت ولدي مع جوج ونص د الليل ديتو حتى للسبيطار الغابة، عضاتو لي عقرب، يدخلوا البقر الاغلام الكلاب كلشي الكلاب كيولدوا لي في وسط القبوره كنخرجهم كل عام، وربي كيشهد على شنو كنقول وما نسمعش بعقي ولا اله الا الله. السلام عليكم. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا السيد اللي كنتكلف بهذه المقبره هذه واحد المده ديال 10 سنوات دابا، الاسم ديالي الملياني عبد الحق. جيت لهنا كنت ساكن بالقرب بالمقبره من الناس السكان الاوائل ديال هاد الزئه هادي اللي اون فاس مع الباب ديال المقبره، وكان دفين هنا، كانوا الناس عاد كيدفنوا هنا. ناضوا شي نهار سرقوا ليهم الدوزان من هنا، داو لهم البلاط وداو لهم البراوط وهادشي ديال الدوزان باش كيحفروا باش كيدفنوا الناس هنا. جا عندي المقدم والقايد العباسي والمقدم علال الدكني، جاو لعندي حتى المحل ديالي لهنا، قالوا لي واش تعس هنايا، ها واحد البيت راه مبني في وسط المقبره غادي تدخل ليه وغادي تعس هنايا، ما بين ما نسويو لك الوضعيه ديالك او لا يجي شي واحد ونتولي عساس معانا هنا، راه الموظفين ديال البلديه كنصيفطوا شي ثلاثه ولا اربعه الناس، حتى واحد ما بغى يجلس ليهم هنا. دخلت لهنا وجلست هنايا ولبيت الطلب اللي قال لي السي القايد العباسي، ما كنخلي حيوانات تدخل لهاد المقبره، كنتصدى لدوك الشمكاره كانوا كيشربوا هنا بالليل ويسكروا هنا بالليل وهادي. الاخ ديالي تعاون معايا، واحد الاخ عندي بوليسي غير بوليسي، عاد قال بسم الله، والمهم استغليته حتى هو، كل مره كنعيط له كنقول له ها السكيرية هنا هادي هنا، يصيفط ليا فاركود ديال البوليس كل مره يديو. تنقينا الدنيا من ناحيه ديال الحيوانات ومن ناحيه ديال بنادم الخبيث والشفاره وهادي، اما من واحد الناحيه ما قديتش نزيد نستمر، هي قضيه الاستغلال ديالي انا ما كنتخلص. هاد الوليدات هما العقرب كتدخل عليهم بالليل وبالنهار، في ما الشتا كنعاني القطره والشتا كتسيل عليا في وسط الدار، وما عندي فيديوهات مسجلين، وبالصيف كنعاني هادشي د العقرب وهادشي د الفاع والحنوشه كيدخلوا عندي حتى للدار، وراني ديت ولدي مع جوج ونص د الليل ديتو حتى للسبيطار الغابة، عضاتو لي عقرب، وبغيت غير تسوى الوضعيه ديالي، وعلى الاقل هي ابسط حاجه غير يكون عندي الماء والضوء، ما عندي لا اناره لا ضوء لا ماء، وكنعيش اكثر من الحبس، كو دخلت للحبس كو ربي سالها كو جاب الله العفو وساليت. دابا انا 12 عام هادي وما عرفتش راسي فوقاش غادي نبقى مستغل في هاد المقبره هادي، كو اجاو قالوا لي ما بقينا باغيين حد هنا، حيد لينا من هنا، كو راه خرجت نكري عاوتاني، ولا مع العلم بان العله اللي خرجني من دار الكرا انا كاري الكراج 10 سنين هادي، خرجني من تمايا ودخلني لهنايا، تاديك مولات الدار ما نعرف شنو دارت معاه باش خرجني من دار الكرا من الكراج ديال الكرا ودخلني لهنا على اساس باش تسوى الوضعيه ديالي ونولي حساس ونولي على حساب البلديه وعد. ومن هذا الشيء كامل ما شفت والو 10 سنين هادي. دابا حتى الماء ما كاينش في الروضه، الاناره ما كايناش في الروضه، الحيوانات كيدخلوا، كاين واحد الباب محلول من جهه الغابه كيدخلوا البقر الاغلام الكلاب كلشي الكلاب كيولدوا لي في وسط القبوره كنخرجهم كل عام، وهاد الدنيا انتم كتشوفوا فيها كي دايره بالشوك، ولات كاين غابه ولات مكرفصه، ولا لا من لمن ننادي، ولا ما عرفناش لمن نقولوا هاد الهضره هادي، ولا لمن شكون هما المسؤولين الاولين في هاد الشيء هذا. كل شيء اللي جا كيعطينا وعود كاذبه، دابا نجيو دابا نصاوبوا ليك دابا نديروا ليك، انا غادي نقول راه النمره ديالك ديال التليفون شحال عندك د الاولاد شحال عندك د كذا، انا عارضه عندي باسماء السكان اللي ساكنين هنايا، كتشهد عليا بان انا عساس ديال هاد المقبره هادي اكثر من 11 عام،
بال 2010 2011 وما كانش حتى شي ريال. كان تخلص ما والو، اللي خدمت معاه ولا اللي بنيت ليه شي قبر ولا اللي دفنت له شي ولد ولا الوالد ديالو كيدور معايا باللي كتب الله، وعايش مع وليداتي ثلاثة د الوليدات لا إله إلا الله. كنت فين باقي دابا كيدفنوا الناس؟ ما بقاش الدفين، الدفين سالا الدفين، ولاني بعض المرات كيجيو شي ناس بحال عندي واحد ثلاثة ولا أربعة د القبورة هنايا، يجي كيقول لك هذا الانسان ديالنا من الطرف الفلاني من الطرف الفلاني، كيجي لمقدم القايد كيقول لي احفر القبر كنحفر كيدفن. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، والله شاهد على شنو كنقول. هادشي اللي كاين وربي كيشهد على شنو كنقول، وربي كيشهد على شنو كنقول، وما نسمعش بعقلي ولا اله الا الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.